عبر الهاتف، وذلك لاعتبارات أمنية. ينضم إلينا عبر الهاتف السيد علي حسون شاهد الملك في القضية. أستاذ علي أهلا بك. أهلا وسهلا بك. سيد علي، ما الذي حدث بالفعل حتى وصل المتهمون إلى قفص الاتهام؟ هي القضية طبعا قضية قديمة، يعني من قبل 5 6 سنين أكثر، يعني من هذا الشيء. يعني المتهمين بالبداية يعني تواصلوا ويا عمهم اللي هو زعيم العصابة اللي هو متواجد حاليا بتركيا، وبعد فترة اتفقوا على أنه خطوط النقل من لبنان إلى عن طريق الأردن أو سوريا بعدين إلى دول الخليج كانت خطوط يعني شبه معدومة، فلذلك تواصلوا وياهم أنه ينقلون الأغراض عن طريق أوروبا، من أوروبا يعني إلى يرجعون يعبوها ويغلفوها ويعبوها إلى عن طريق أوروبا إلى السعودية مرة ثانية، لأن تعرف أنه البضاعة اللي تدخل السعودية عن طريق أوروبا يعني تكون يعني مثيرة الانتباه والشبهات. يعني يعني لذلك الجزء ده الأمر يمكن نجيله مرة تاني. سيد علي، أنا بسأل حضرتك كيف وصلوا إلى قفص الاتهام؟ والله وصلت قفص الاتهام يعني بالبداية، يعني من أنا كنت داخل عد بالعائلة، يعني حطوني أمام الأمر الواقع بهذا الشغل، وأني هذا الشغل يعني بصراحة يعني ما حبيت أنه أستمر به، لأنه يعني ما يناسبني أو ما يناسب يعني حتى اسمي أو سمعتي وكذا. فأني رحت في وقتها بلغت الشرطة، وهي الشرطة ظلت تراقبهم ووصلوا إلى ما وصلوا إلي الآن. يعني طيب، ولكن ليه المحامين كانوا بيحاولوا دايما تكذيب أقوالك أو حتى إلغائها، يعني محامين الدفاع؟ والله محامين الدفاع بصراحة لعبوا دور يعني جدا كبير، يعني بعض المحامين أخذوا مسألة شخصية ضدي، يعني عن طريق تكذيبي، عن طريق التهديدات، عن طريق التهديدات العائلية، عن طريق كثير أشياء. يعني أنت تعرف هاي القضايا، يعني أكيد المحامي يعني يأخذها بكل محمل الجد، لأن هي قضايا يعني انت بيكون بتقول في تهديدات جات لك من المتهمين، ايه نوع التهديدات اللي جات لك؟ والله كثير تهديدات، يعني عن طريق العائلة، عن طريقي شخصيا، يعني إلي شخصيا وصلتني بعض التهديدات بس أنا يعني بقيت مستمر على يعني قول الشهادة مالتي، وعلى قول الشيء اللي يعني اللي شفته، واللي الشيء اللي صار بيا بحياتي، يعني مر بيا بحياتي. يعني من التهديدات يعني كانت يعني لا تحصى، يعني عدد جدا كبير، يعني ايوه، في صورة عدة ايه أنواع التهديدات دي عدة طرق. سيد علي؟ في صورة ايه التهديدات دي يعني؟ يعني صورة تهديدات عن قتل أهلي أو قتلي أو يعني فبركة أي شيء إلي، وأنه أنا ممكن يعني أدخل السجن عن طريق أي فبركة أي قضية. يعني هواي هواي أشياء. يعني يعني دخولك السجن ده يمكن ده اللي بيدفعني لسؤالي، ده كان سؤالي ليك اللي جاي. حقيقة الاتهام اللي وجهت ليك انك كنت شريك مع نجل المتهم الاول في جلب المخدرات وتعبئتها، وده كان يمكن من تصريح المتهم الاول. أنا ما كنت يعني شريك، أنا ما كنت يعني بقلب لا، هو يعني مثل وجه ما ليك يقول الاتهام ده، إيه ايه عرفت حقيقة الشيء اسمه، الاتهام ده؟ يعني هذا الاتهام يعني اتهام باطل، يعني كاذب. هذا الاتهامات اتهامات المحاميين يعني حاولوا يشتتون الرأي العام بكل طريقة ممكنة، يعني عن القضية. يعني إذا تعرف أن القضية بدأت قبل كم شهر، الناس صارت ما تتحدث عن طريق، حتى الإعلام صار ما يتحدث عن القضية بحد ذاتها وعن الكبتاغون وعلى كذا. المحاميين هنا استغلوا الإعلام، اللي هو الإعلام اللي كان من طرف المحاميين، يعني بصف المحاميين أكبر طريقة، يعني بأكبر
يعني شو ما اعرف شلون اوصف لك اياها، يعني كان الاعلام كان من صف المتهمين الى ابعد الحدود، يعني بحيث انه القضيه صارت مشتته عن الراي العام، شتته الراي العام، شتته المحكمه، بس احنا شتته كنا كذا. هنا في هاي انفجارات، كنا بننشر اول باول كل تطورات القضية. طب نعم خليني اسألك عن بعض الاشاعات، نعم كان هناك نشرت بعض الاشاعات عنك، يعني انك قمت باغلاق محل عملك وهربت من النمسا. لا رد ده انا على ده موجود تقول ايه؟ لا لا انا موجود حاليا بالنمسا ومكان عملي وما تغير اي شيء، يعني هذا الشيء ابدا ما مو صحيح. يعني اي احد الاشاعات اللي خلت الراي العام ينثار، نعم يعني يركز على غير القضيه الاساسيه. يعني انت تعرف الراي العام صار يركز على غير القضيه الاساسيه، وهي لعبه لعبها احد المحاميين، يعني اللي هو ايوه، لكن من المستفيد من متفق. إثارة هذه الإشاعات؟ هاي الاشاعات مستفيد من عندها انه تشتيت راي العام، هاي الاشاعات كان مستفيد من عندها المحاميين يعني بالدرجه الاولى. يعني يعني هم المحامين هم اللي أثاروا الإشاعات دي؟ أكيد يعني أنا يعني ما أجزم هذا الشيء، بس هي أكيد أكثر، يعني أكثر الإشاعات تطلع عن طريق المحاميين. يعني وأنت تعرف الإعلام اللي ناطق باللغة النمساوية باللغة الألمانية أكثر كان يعني إعلام ناطق باسم المحاميين والمتهمين، يعني أبدا ما كان منصف ولا كان على الحياد، يعني ولا نقل أي حقيقة بالموضوع. يعني طب يوم الاثنين او بالامس اسدل الستار على المحاكمة وصدرت الاحكام، ما ايه تقييمك بقى للاحكام اللي صدرت امس الاثنين؟ والله أنا بالنسبة لي يعني شفت الأحكام اللي صادرة، وكانت بالنسبة لي كرأي شخصي يعني كانت صدمة، يعني صدمة بمعنى الكلمة. من يعني ناحية ايه؟ هذا يعني صدمة من ناحية الأحكام هاي يعني تشجع كثير من الناس انه يسلكون هذا المسلك، يعني انه انت تشتغل بهذا الطريق وتشتغل لك وتحصل ملايين ملايين يعني اليوروات، وبعدين حتى لو انمسكت ممكن تاخذ لك 3 سنين 5 سنين، يعني هذا الشيء يعني يعني انت من مقابل وجهة نظرك الملايين يا ان شيء. هذه يعني الاحكام احكام مخففة؟ تحت المخففة، يعني انا يعني بنظري كمان الشخصي يعني ما اعرف يعني نعم. اي يعني اذا تقيس الملايين اللي حصلوها واللي ملكوها بالدول الخارج، اكيد يعني هاي يعني شيء يعني لا شيء. طيب سيد علي، سؤالي الأخير ليك، كنت حابب أعرف منك دور الإعلام، أو إيه رأيك، أو كيف رأيت الإعلام في تغطيته لهذه القضية الكبيرة يعني؟ هو الإعلام لعب دور يعني ما كان الإعلام يعني منصف بالقضية إلا بعض الإعلام القليل. يعني بالنسبة للإعلام الأكبر، يعني نسبة الإعلام الأكبر هو كانت مع المتهمين والمحاميين، نعم وبعض يعني بعض الإعلام قام يعني بعض الإعلام قام يصور إنه المتهمين يعني هم ضحايا يعني للشاهد وكذا، وهذا برأيي أثر على الحكم يعني إلى حد يعني كبير، أنت في يعني اعتقادك أن أثر على الحكم دور الإعلام ده أثر بصورة سلبية على مسار القضية؟ جدا جدا، فهمتك؟ يعني إنه القضية أي قضية صارت عبارة عن قضية شاهد ومترجمة أكثر مما قضية كبتاغون وإرهاب بس وملاهي مش الإعلام اليوروات كان وكذا بينقل وكذا. صورة، مش يعني الإعلام أكيد كان هناك مراسلين خاصين موجودين في قاعات المحكمة، يعني هم كانوا بينقلوا الأحداث كما تنظر في المحكمة، أثناء فإزاي كان قدرت أثناء تقول شو إنهم الإعلام أثر بصورة سلبية؟ هم بينقلوا اللي موجود في المحكمة، يعني لو توضح لي أكتر وجهة نظرك يعني. الإعلام كان ينقل ما يملي عليه المحامي فقط. يعني حضرت يعني جلسات الاستماع الشهادة أكثر من مرة، نعم وكنت أشوف إنه الإعلام يسجل وينقل ما يملي عليه المحامي. هم كانوا أكو محاميين 2 كان
كان أحد الإعلام كان موجود بالقاعة بالخلف والمحامين من الأمام، وكان الإعلام يسجل كل نقطة يأشر عليها، يأشر المحامي إلى الإعلام، يأشر لهم إنه هاي النقطة يسجلوها وهاي النقطة تسجل. يعني أنا كنت ألاحظ هذا الشيء، يعني الإعلام ما نقل كل ما دار بالمحكمة بطريقة صحيحة، يعني بطريقة منصفة، يعني ما نقول نعم. صحيحة، وإنما ما قال أبد ما نقل، يعني كان طيب منحاز جدا يعني. طب وما هو تقييمك لتغطية انفجارات لهذه القضية؟ يعني احنا كنا بنتناول الأحداث بصورة دورية تباعا مع تطورات المحاكمة، كيف رأيت تغطيتنا لقضية الكبتاجون؟ والله بالنسبة للانفجارات هي يعني الوسيلة الوحيدة، وسيلة الإعلام الوحيدة اللي تواصلت ووصلت فكرة، حاولت أكثر من مرة يعني تفهم المجتمع أنه هاي قضية كبيرة، قضية مرتبطة بالإرهاب، قضية مرتبطة بالأحزاب، قضية بكذا، حاولت تشرح يعني من نعم بمنظوري أنه هي أحسن وسيلة إعلام نقلت الواقع. يعني ماكو وسيلة إعلام نقلت الواقع 100% ما صار بالمحكمة وما دار، بس هي أحسن وسيلة نقلت ما دار بالمحكمة وتفاصيل المحكمة. يعني طيب بحكم قربك من المتهمين سيد علي، وانت كنت اوضحت ده في البداية وانك اجبرت على الدخول في مثل هذه المنظومة، برأيك ما هو الارتباط الموجود بين المتهمين وحزب الله؟ أنا عشت حياتي خلال هاي الفترة اللي عشتها مع العائلة، كانت ارتباطاتهم إنه هي هاي أغلب البضائع يعني ما تطلع، يعني ما نقول أغلب البضائع وإنما 99% من هاي البضائع ما تطلع إلا عن طريق الأحزاب. إذا ما تصنع وتصدر من معامل الأحزاب، فهي يعني الأحزاب تأخذ نسبة من الأشخاص الآخرين اللي يصنعوها لا ويصدروها، ولا مستحيل تطلع يعني عن خارج لبنان إلا عن طريق الأحزاب، يعني الأحزاب الموجودة بالبلد. ايوه، لكن انا سؤالي كان على حزب الله، هل انت كان في هناك ارتباط نعم بين المتهمين وحزب الله؟ لان انت بتقول بتتكون عن طريق الاحزاب، يعني الارتباط انه احزاب الارتباط اللي كانت بتتعامل مثلا مع المتهمين؟ هو الحزب الأوحد والحزب الأكبر بلبنان، واللي حزب انت مع كل الناس تعرف انه هو الحزب اللي يقود لبنان بكل صغيرة وكبيرة، يعني وبالذات اشياء الإرهاب وتخص ما تخص الإرهاب، يعني اكيد هو حزب الله. يعني يعني هل المتهمين كان لهم ارتباط مباشر سيد علي أكيد 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 بأفراد من حزب الله؟ عفوا، أكيد 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 طبعا دي شهادتك وحضرتك طبعا حر في كل اللي انت بتقوله طبعا. أكيد أكيد أنا مسؤول عن كلامي. نعم طيب سيد علي، بعد خوضك للتجربة دي وكنت شاهد ملك وحضرت الكثير من المداولات في المحكمة، وإيه الرسالة اللي حابب توجهها من خلال هذه التجربة اللي أنت خضتها يعني؟ والله هي كانت تجربة مريرة، يعني تجربة سيئة بحياتي، ما أنا ما خضتها من إرادتي، يعني أكيد أنا خضتها عن طريق ما كنت أيضا مجبر، ولا كنت خضت هاي التجربة يعني من إرادتي، يعني خضت التجربة من وقعت أمام الأمر الواقع. يعني كنت نعم يعني كنت مثل الضحية، إنه أنا كنت جاي من بلد حرب وكذا، ودخلت بهاي العائلة، وهاي العائلة بينت لي إنه بعض الأشياء، إنه إحنا بالأمر ما راح صارحوني إنه إحنا راح نشتغل بالمخدرات أو كذا. بدأ الأمر إنه إحنا راح عندنا أفران بيتزا نوديها للسعودية، بس نوديها عن طريق الأسود، يعني ما ندفع ضريبتها.
كانت بالبداية الأفران أبدا، بعدين بدأت بدأ الكبداغون. أنا يعني ما شايف بحياتي ولا سامع عن الكبتاغون، لأن إحنا ببلدنا ماكو هذا الشيء يعني. بس كنت إنه بالبداية يعني، بعدين طرحوا علي الأمر إنه هي حبوب حبوب رياضية تساعد على التنحيف وكذا، وبعدين شوية شوية تدخل بالموضوع وتشوف نفسك أمام الأمر الواقع. بعدين وصلت إلى الحقيقة إنه هاي الأم حبوب وهاي مخدرات وهاي تابعة للإرهاب وكذا وكذا. وأنا جيت من بلد يعاني من الإرهاب، يعني تركت العائلة وغادرت البلد أصلا يعني. نعم طبعا في نهاية اللقاء نقدم الشكر للسيد علي حسون إنه خصنا، إنك خصتنا بهذا اللقاء. وإنفوجرات ستظل منبر لكل الناطقين باللغة العربية ومساندة لهم وتقديم كل المشورات وتقديم أيضا كل ما يخص العلاقات بين الجالية العربية والحكومة. سيد علي حسون أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا شكرا لك. شكرا.